يا حارس الأشباح تونس يا خضراء يا حارس الأشباح محلاها أيام صفو طبيعة تزرع صفو طبيعة تزرع ساحة وخفاء لوزارة التربية مشكورة هي اللي قامت بالعمل على مستوى الجهات تعطينا اسم نتاع اللي فازوا الأخت بالغيثة الإدارة الجهوية في التعليم بالكاف المعدن باش أنت فزت على شنو؟ التحرير على التحرير وأنت تعطيه الميكرو وليد العرضاوي خمسة ثانوي واحد بمعهد العمران نموذج الفنون حصلت على الجائزة الثانية في مسابقة الرسم في الرسم به شكرا لكم جميعا سي عبد الجبار يقول لي راهو الوقت وفاه مازال 30 ثانيه يا عبد الجبار في كلمه فقط اذا انت شنو رسمت؟ انا رسمت عملت حبيت سرعة نبرز العلاقه بين معناها اللباس التقليدي والحداثه معناها والحداث وانت وفاه اخترت باش نكتب قصه حبيت نعمل الاطار الاحداث نتاعها عملته في الجنوب كتبتها في الشمال واخترت اليوم باش نرتدي زي تقليدي الساحل باش تكون يعني القصه اللي اخذت الجائزه الاولى متكامله فيها لباس تقليدي نتاع تونس الكل باعتبار انه اليوم الوطني للباس التقليدي. المسابقه هذه حابين نشوفوا خاطر الاولاد الصغار التجربه والخيال نتاعها الاول يعني لا باش شويه ننميوا الملكه الحسيه نتاعها بنشوفوا الاولاد الصغار كيفاش ينظروا للباس التقليدي اليوم الوطني هذاك باش يتخيلوه وكانت معناتها النتيجه انهم رسموا عده رسوم وكتابات كانت كل واحد حسب نظرته والهدف اي ممكن نحبوا نحكي زاده اي
عندنا في وقع إصدار زيد زوز طوابع بريدية اللي هي تمثل الاحتفال بهذا اليوم اللباس التقليدي. هذوما الطوابع البريدية. والبارح اللي مشى أي مركز بريد باش يقتني تنابر قاهم البارح أول يوم خرجوا فيه من التنابر هذوما، شوفوا اللي يمثلوا زوز ألبسة تقليدية لباس نساء ولباس رجالي. إذا السنة فما زوز حاجات جدد. أي. خمسة ذهبية. أي. هذه المسابقات زاده كانت على المستوى الوطني، صارت عمناه ولا كان عمناه كانت في اطار بعض الولايات على المستوى الوطني. كيفاش بديت التحرير نتاعك؟ هذا هو ترى بسرعه في 30 ثانيه بسرعه اقرا لنا نقرا لكم مقطع مقطع في صفحه ما نعرفش اختارت ممكن كيف سلمى هذه غير تقديم اقرا وكبر الطوق مع طفولتي في داخلي وصار حلما سعيت يوما لأجله أقبل أمي، قلت اشتريه لي ولن أطلب بعده شيئا، بكيت وبكيت لكن أمي دفعتني، لحقتها بدموعي قالت ما ترتدينه الآن ابنتي ليس إثما ولا ثياب المدينة إثم، لكننا في القبيلة تعودنا بهذه الثياب ولن نغيرها الآن، هي جزء من الثابت فينا، مزروعة في كيان كل واحد منا، تشدنا إلى هذه الأرض وتدعم الإحساس بالأصالة في دواخلنا. قلت أدرك هذا أمه، لكني أود أن أجرب أن أعيش لحظة داخل هذا الفستان، وأشارت ألا. رجوتها وكادت تقوم لولا أن هزمتها دموعي، قالت لن ترتديه خارج الخيمة ولن يراك به أحد. وبعد ذلك يعني سلمى تتمكن من اشتراء هذا الفستان، لكنها تكتشف أنها لباس تقليدي هذا ترتاح فيه أكثر وتصبح ترتديه عن قناعة، وهذا يعني الشيء اللي نحبه نوصله له. يعطيك صحة، يعني فما رسالة في القصة بتاعك، فما الهدف حبيت وفي النهاية توصل للتصالح ما بين اللباس التقليدي واللباس يعني نتاع تو، على خاطر يلزمنا يعني نعملوا نوافقوا ما بيناتهم باش نجموا نحافظوا على أصلنا وفي نفس الوقت نتطور. سادسة علوم تجريبية. بارك الله عليك، 55 عليك. شكرا. حاجة واحدة حابين نذكر اللي وقع سنة 12 جايزة، هما تو جاوا زوز برك حتى تقييم الجهاد. نعم. معناتها نذكروا اللي جاوا معناتها عدة تجارب من الجهاد حتى بعيدة والناس روحوا للبلدان. شكرا، إذا تحية كبيرة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية اللي تشوفوا تشجيعات يعني على جميع المستويات، المختصين وحتى التلاميذ يفكروا في المستقبل، يعني الناس هذوما باش كي يكبروا ويحسوا بأهمية اللباس التقليدي ربما يتعاملوا معاه أكثر ويلبسوه أو يواصلوا في الإبداع نتاعهم. شكرا وما تنساوش.